الذي يبيه. ماذا سيحدث له؟ فبقدر حبهم له كانوا يتلذذون بانكساره ليعوضوا بذلك عن عجزهم وفقرهم الإبداعي. يعني هذا الجانب النفسي الشيزوفريني عند المتلقي في رؤيته للفنان، فهو معجب به ولكنه ينظر إليه نظرة أخرى حينما ينكسر. في هذه الحالة يتم تمليك مبنى خطابات، هي خطابات سياسية وخطابات اجتماعية وخطابات نفسية. قلنا هذا المريض سيكتشف ترهل البنية الاستكشافية للمواطن، مما سيعيد مفهوم الوطن للبطل، ولا سيما أن عبده البطل كان يحلم، هذا هو خيبة الأمل، البطل كان يحلم أن يغير الوطن من خلال الفن. قال كان يحلم أن يغير بالفن الوطن أو وجه الوطن، تغير كل شيء ولم يتغير الوطن. صفر عقش. وبالمناسبة يتذكر صديقه تشيلي الذي لم يعد إلى وطنه، من تشيلي ذهب إلى باريس لحضور معرض فن تشكيلي وظل هناك، لأن هذا الصديق هذا الفنان تشكيلي رأى على أن سرعة هذا الوطن سرعة فرنسا هي أسرع بكثير من سرعة وطنه، وهو ليس مسؤول لكي يعود إلى وطنه لكي يدفعه. ماذا يقول عنه؟ لا يمكنني وحدي كفرد أن أتحمل تخلف سلالة بأكملها عن سرعة العالم. في نفس الصفحة الماضية كما يتكرر الوقع النفسي على البطلين. الرواية فيها بطلان، نعم، فيها عدو هو المريض، وفيها شخصية أخرى هو يوبا، شخصية يوبا، شخصية يوبا. يقول السائل عن البطل عبده: لكن ألمه النفسي كان جهيما لا يطاق. هذا هو الجانب الذي جعلني أركز على الجانب النفسي. لكن ألمه النفسي، وفيه ألم عضوي جسمي، لكن ألمه النفسي كان جحيما لا يطاق. أحس عبد بأن هذه المرأة تعرفه جيدا، خمن بينه وبين نفسه، بمعنى أن العالم الخارجي بالنسبة للبطل هو يمر عبر عالمه الداخلي، عبر نفسه، عبر جوانيته. مرة أخرى صمت يوبا بعض الوقت بفعل وقع المفاجأة التي خلخلت ترتيبه الداخلي. أو عندما خرج يوبا من المعرض أحس بتصدع في بنائه الداخلي. إذن الرواية تتحرك بطاقة نفسية داخلية. لذلك ارتعيت أن ألامس هذه الرواية من خلال المقدس والمدنس من على ضوء الجانب النفسي. يقول: ألا تحتضر الحياة بداخلي أنا؟ ربما احتضرت منذ زمن بعيد. هذا كلام بين يوبا وبين البطلة أريناس. البطلة أريناس قال لها أو قال في نفسه: ألا تحتضر الحياة بداخلي أنا؟ هو يتحدث على اعتبار المونولوج. ربما احتضرت منذ زمن بعيد، لذلك فقدت الإحساس بها. وعليه فالبعد السيكولوجي شكل أرضية وسقف البطلين معا. قلت البطل لما جاء إلى فيلا سيدة أو مرأة السهل الخصيب وأرادت أن تضاجعه، وبالفعل ولكنه أنهى مضاجعته بالبكاء وبالنحيب. قلت لم يكن المقدس الذي يتحرك في جوانية البطل هو الدين هو رمضان هو ليلة القدر، لا، وإنما كان بالإضافة إلى هذه الأشياء هناك أشياء أخرى، وهي أنه لاحظ على أن هذه السيدة تفاعلت وتعاملت معه حينما أتت به إلى الفيلا، حينما سحبته من يده، حينما هذه الأفعال أن تأتي وأن تسحبه، وهي موازية لفعل أنها
تلامس قطتها زنوبيا. فهو لم البطل هنا أحس بنفسه كشيء، تشيأ هذا الإنسان، أصبح شيئا من أشياء هذه السيدة، فحس باضمحلال شخصيته وأناه. لذلك لما أحس بهذا النوع من الضمور على مستوى الشخصية لم يجد إلا أن يلفي هذه الشخصية شخصيته بالبكاء والدموع وباللحين، وهذا قد كلفه غالية. لماذا؟ لأن هذه السيدة كانت ستشغله وستوظفه في ذلك الفيديو كليب وسينال ماله، ولكنه في الأخير سوف يلغى هذا العقد ويعود خاليا الفرق. إذن قلت هنا سيحس البطل بقدسية أناه وأنه ليس شيئا، ليس شيئا يمكن لسيدة السهل الخصيب أن تمتلكه. وهنا يتمثل المقدس الذاتي التابع أو النابع من الجوانية الأنا وليس خارجي من الدين على سبيل المثال. ومثال ثاني لهذا لهذه الثنائية كذلك ثنائية أخرى تدخل فيها ثنائية المقدس والمدنس مع عبد نفسه، مع لما كان في صحراء زغورة التقى ببعض الأجانب ومنهم مايا. هذه الإيطالية راقها توددت له، هذا على مستوى المدنس. على مستوى المقدس بالنسبة إليه ولم يرد أن يتدلل لها إلا قال لكن الإيطالية الشقراء تتودد إليه، هذا السيد الذي يتحدث ويقول لا لن يتجاوب مع توددها، سيجرب العفة هذا المساء للصحراء لعنتها. هكذا ردد بينه وبين نفسه، إنك عندما تختلف نزوة عابرة داخل صحراء تكون كمن دنس حرمة المسجد. إذن هنا البطل مقدس ولم يريد أن يدخل في علاقة تدنيس مع مايا. أما المدنس فهو في نفس الحال. هذه الفتاة أو المرأة الإيطالية الجميلة الشقراء لما لم يخضع لها وسمع في الليل ماذا كانت تفعل مع السائس في الصباح، نحن نشير فقط في الصباح، أيقظته وطلبت منه أن يذهب سويا بمعنى البطل وهذا ومايا هذه الفتاة من أجل أن يحضر طلوع الفجر أو طلوع الشمس بالأحرى بين كتبان زغورة ومرزوقة. طيب، فبالفعل دخل معها أو ذهب معها إلى حيث أرادت. لما طلبت منه مايا أن يصطحبها صباحا لمشاهدة طلوع الشمس بين الكتبان وفي طريق عودتهما يقول السائق شافوا دابا الشمس خرجت، ها الآن هما راجعان إلى خيمة أو إلى الفندق. وفي طريق العودة إذن عندنا دائما المقدس، المقدس هو عفة الباطل غير ولينا من المدنس. وفي طريق العودة إلى الفندق كان يسلكان طريق لا عودة بين الكتبان، وفي طريق عودته لما قلت في طريق العودة إلى الفندق كان يسلكان طريق لا عودة، فقد أشرقت شمس الصحراء بداخلهما وانفجرت ترسم وشما عميقا بكل ألوان طيف سبحان الله بمعنى اللي وقع وقع. إذن من المقدس إلى المدنس. النموذج الثاني يقول لي سيدي محمد صوصواتك ذهبت على مستوى المقدس والمدنس غا على مستوى العلاقة الحميمية ما بين البطل وما بين البطلات الأخريات. لا، أنا أعطي نموذج آخر ليس فيه هذه الحميمية، وهو أن يوبا البطل الثاني في الرواية يتذكر لما كان في الرابع ابتدائي المعلم يشتغل يدرسهم درس ما، والطفل الصغير اللي هو يوبا يرسم رسم فتاة وعلى رأسها أو خرجت من رأسها شجرة،
فضبط المعلم التلميذ الصغير وصاح هذا المعلم أمام التلاميذ على أن هذا الطفل الصغير برسوماته هذه فقد طرد الملائكة من القسم. إذن هناك قسم مقدس والرسم الذي قام به هذا الطفل المتمثل في الشجرة التي نبعت وكانت جذورها في رأس المرأة هي المدنس الذي سيطرد الملائكة من القسم. إذن هناك ناحية المقدس والمدنس التي ليست فيها حامل سجلات. كذلك شيء آخر على مستوى المقدس والمدنس خارج الحميمية، وفاة أريناس زوجة يوبا. طلب منها، كان عندهم معرض، وطلب منها أن تلحق به، يعني أن تستقل القطار، لكن لوحاتها كانت كثيرة وبذلك فضلت أن تأتي بالسيارة. وفي طريقها إليه وقعت حادثة ذهبت ضحيتها جراء انفجار إطار شاحنة متبحرة. إذن هنا المقدس والمدنس، أين هو المقدس؟ يقول السيد على لسان يوما: لقد كانت سائقة ماهرة تعتبر قانون السير بمثابة ميثاق مقدس. إذن أريناس السائقة الماهرة التي تقدس هذا قانون السير سوف يأتي المدنس من خلال الشاحنة، من خلال انفجار إطارها، وستموت هذه السيدة. إذن أما النموذج الأخير بالمقدس والمدنس، وما دمنا قلنا يجب أن نحتكم إلى نموذج، هذا المرة يكون النموذج هو القرآن الكريم. القرآن الكريم، وذلك لما سيرى أو سيسمع البطل طفلا صغيرا، طفلا صغيرا يتلو سورة النور. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا النص القرآني سيشد البطل، البطل عدو لا يقتنع إطلاقا على لفاف الحشيش، فهمنا سيدي محمد؟ ولكن مع ذلك شده هذا النص، وخاصة من صوت طفل صغير شاب. لماذا؟ لأن عبد دائما كان يسمع القرآن على ألسنة الشيوخ، وكانت ألسنتهم دائما تهدد بالوعيد والتهديد بالقبر وعذاب القبر وإلى آخره، مما كان يجعله يعني يبتعد عن الإصغاء إلى القرآن. لكن هذا الصوت جذبه إلى هذا النص. هنا النص الديني هو نص بالضرورة نص مقدس. أين هو المدنس؟ المدنس هنا هو أن الكافر الأمريكية التي تاهت في الصحراء وكانت أن تهلك أحست بأن الله بجانبها، ومن خلال النجوم والكواكب والصحراء وبكل ما هو يشكل مرمى العين في هذا الامتداد ستحس على أن الله يقودها إلى نجاتها وسوف تؤمن. يقول: ولذلك بدأ يتساءل عن علاقته بالصحراء وكيف أنها كانت ملحدة، أي هذه الأمريكية التي كانت قد تاهت في الصحراء
وكيف أنها كانت وحيدة ولكنها آمنت عندما وجدت نفسها وحيدة في الصحراء. وهي تقول كذلك: أحسست بالله يرافقني يلفني، أحسست به يصافحني وأنا في عمق الصحراء. إذا هذا المقدس هنا ينتصر على المدنس، ينتصر على الكفر، ينتصر على التاكل. فالنص الديني مقدس بالانتماء إلى القرآن الكريم والأمريكية يعني الكافرة. إنها وأنها كانت موحدة ولكنها آمنت عندما وجدت نفسها وحيدة في الصحراء كما قلت سابقا. خلاصة القول حول المقدس والمدنس، يمكن الخلوص إلى نتيجتين اثنتين. المقدس والمدنس في الرواية يلامس الدين لكنه ينطلق إلى الجوانب، ينطلق من الدين ولكنه يتجاوزه إلى الذات، إلى الشخصية، كيف ترى، كيف تحس، كيف تعيش، ما هي رؤيتها للواقع وللحياة. النماذج التي أعطيتها وهي خمسة تعرضت لها أن المدنس يتغلب على المقدس. المدنس يتغلب على المقدس، غتقولوا بأن العلاقة الأولى ما بين عبده وما بين امرأة السهل الخصيب بدأ يبكي وإلى آخره، ولكنه حينما بدأ يبكي وانتهى به المطاف إلى أن طردته بشكل غير مباشر، بكسبي أنت طردته بشكل غير مباشر، بعد ذلك سوف تتوفى يلقى بها أو تنتحر من طبق علوي، ويصفعه عم إدريس على أن هذه السيدة هي التي كانت، فسيذكره لما خرج من حياتها بدأ يكتب عنها، يكتب عن تلك الليلة، وأنه أحب لو أنه كتب لها أكثر أفضل بكثير من أن يراجعها، وهذه الكتابة ستستمر، ستستمر. بمعنى أن فعل الكتابة الذي يوازي فعل المضاجعة حتى وإن كانت نية البطل هي نية تراعي حرمة المكان وحرمة الظرف الزمني به هو رمضان، ولكن على المستوى الكتابي عاد إلى أحضان هذه السيدة يكتب. ماذا يكتب؟ حاول أن يكتب مرة أخرى القصة التي طلبت منه أن تكون فيديو كليب. فيديو كليب يدور حول شخصية أستاذ جامعي معجب بالفتيات، له زوجة محامية، زواجه مؤسسة منفتحة، ليس كزواج في الخاتي في خرجي في مشيتي في جيتي، وإنما هو زواج فيه مساحة واسعة من الحرية، أن يسافر أن تسافر، وهكذا أن يلتقيا بعد أيام بعد شهور لا يهم، ولكنهما متزوجان. إذن هذا الأستاذ الجامعي الذي يدرس الأدب العربي الحديث وبالضبط يدرس الأجناس الأدبية من حيث تنوعها والفوارق ما بين الجنس والنوع وإلى آخره، هذا سوف نأتي إليه فيما بعد. الآن سنميل إلى هارمونية الرواية، الهارموني، هذا الهارموني، ونحن في المعهد الموسيقي سيدي محمد بن قدامي، الهارموني في الموسيقى والميلودي في الموسيقى، الميلودي هو الصوت المنفرد الواحد، وأغانينا العربية في أغلب الأحيان هي ميلودية، كيغني المغني والموسيقى كتبعه، لك سيدي محمد هذا هو الميلودي. ما عندناش الأغاني الميلودية الهارمونية، عندنا الأغاني الميلودية، أهواء وأتمنى لو أنسى لا 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 لا، الموسيقى كتمشي عليها، يعني لحد علمنا من المعجبات الحالية يمكن أغنية وحدة اللي فيها الهارموني في اللازمة ديالها فبلاش العيد. يا نار البيداء من عذاب الحب، تعري لا لا لا، كتمشي الموسيقى بشكل وكتمشي بشكل، يعني هذا الميلودي هو الغالب حتى على الكتاب الروائية،
لما نقرأ كثير من الروايات من الأعمال السردية نجد أن الساري بحال كتابة ديال نجيب محفوظ ولا أو محمد السيد. الكتابة غدا تصاعدية والزمن خطي. في هذه الرواية هناك لارمي، لارمي وهو مجموع من الآلات، كل آلات يعني لها لحنها لها مقامتها ولكنها تلتقي في اللحن العام، في اللحن العام. إذا كيف يمكن أن نبرهن على أن هذه الرواية هي رواية هارمونية؟ أول شيء هو تفاعلها، وهناك نلتقي مع الكتاب ديالي تفاعل أجناس الخطاب. في هذه الرواية هناك تفاعل أجناس الخطاب. كيف ذلك؟ هو أنها من خلال تقطيع الهيكلة من الرواية، هي هيكلة أقرب ما تكون إلى النص المسرحي، إلى المسرحية. هناك الفصل الأول تعلم معنون، تعلم كيف تنضج في الجليد، وقالت الشجرة، قالت الشجرة أنك حجاب حاجز يحجب ذاتك عنك أو يحجب ذاتك عنك، فأنت تدور في فلكك ثم تعتقد أنك رب المشرة وتستيقظ وأنت تفعل وأنت يجب عليك أن لا تفعل وأن تفعل وهو إلى آخره. وهكذا سار الفصول الأولية، بمعنى أن الشجرة هنا عند ذلك الحكمة، ذلك قوة الحكمة أنها توجه ذلك. ولذلك كان الفصل الأول فيه ماشي فقط رواية فيها ثلاث فصول أو ثلاثة فصول، وإنما فيها الفصل الأول فيه سبعة مشاهد. والفصل الثاني زهرة الصحراء قالت الشجرة إلى آخره، صفحة 89، فيه عشرة مشاهد، عشرة مشاهد. والفصل الثالث كذلك قالت الشجرة إلى آخره، عشرة مشاهد. معنى هذا أننا أمام فصل مسرحي، هناك الفصول وهناك المشاهد. من خلال البنية الهيكلية للرواية قد نجد أنفسنا أمام فصول وأمام المشاهد. كذلك هذا الجانب المسرحي في الرواية، وهذا التفاعل في الأخير غادي نتكلم عليه، لأن التفاعل ما بين الأجناس الخطابية لا بد أن تعطي شيئا. فمثلا بتجربتي في كتابي تفاعل أجناس الخطاب، أن طه حسين حينما قرأ الرسالة، رسالة أبي العلاء المعري لابن القارح، وأكثر فيها جنس آخر، إذا جنس الرسالة زائد جنس الدعاء، الدعاء الله يفعل لك الله يعطيك الله يعمل لك الله يفعل لك، فطه حسين أدرك على أن حينما امتزج وتفاعل جنس الرسالة مع جنس الدعاء أعطايا السخرية، أن أبا العلاء المعالي كان يسخر منه، كان كيدعي فيه، مش كيدعي فيه، بارك الله فيك وأكثر من أمثالك، ولكنه كانت غاية ليست دعاء له وإنما الدعاء عليه على سبيل السخرية. إذن هنا عندنا قلت الجانب الرواية فيها الجانب المسرحي. جانب آخر هو جانب جميل شدني إليه كثير، هو الجانب النقدي. الجانب النقدي في الصفحة 37 كيقول صاحبنا: الأدب كممارسة الحب، إن لم يحضر فيه الشغف نكون كمن ينام في حضن جيفة متعفنة. ويبدأ في سرد مفهوم وتعريف الأدب والوظائف الأدب إلى آخره. إذن كذلك تفاعل الرواية مع الشعر، الرواية والمسرح، الرواية والنقد، الرواية والشعر. الرواية هي بسيطة تظهر بكل بساطة، على اعتبار أن يوبا وهو البطل الثاني هو بالأصل شاعر، هو شاعر، وسيلتقي مع أريناس حينما كان يوقع ديوانه. فالرواية ملأ بالنصوص الشعرية والسجلية من جهة، كما أن البطل الثاني اللي هو يوبا شاعر، فله ديوان شعر تحت عنوان لا إكراه في الحب. يقول السارد: عندنا انتهى يوبا
من قراءة قصيدته أحست أريناس به كما أدخل الكهرباء إلى دواخلها المعتمة. القصيدة فعلت فعلها بركة سمح. وقد ورد في آخر هذه الصفحة 36 في الصفحة 204 يقول وتذكره دائما بالقصيدة، أي إيرين أريناس تذكر يوبا وتذكره دائما بالقصيدة التي أشعلت شرارة صفة التي قلبت كل حياته من رأس بلاك. هذا الديوان وهذا الشعر سوف يقلب، ولا سيما القصيدة قلبت الحياة الشخصية. معنى هذا أن هذه الرواية حبلى الشعر كنصوص شعرية كنصوص زجلية، البطل شاعر، وكذلك اللغة هي لغة شعرية، لغة جميلة، لغة جميلة. باش نكون شويش كنرموا الموضوعية، في بعض الأحيان كانت يعني هناك بعض الانفلاتات عن سيدي أنس، ولربما هي جاءت على سبيل الضغط. نعرف الظروف لما كيتعرف الإنسان من الكتابة، فمثلا حينما يقول في الجملة كان المسبح ما زال فارغا حيث إن أغلب زبائن الفندق كانوا ما زالوا لم يستحقوا بها. ثقيلة هذه الجملة، هذه ثقيلة، جاتك سهوا، جاءت سهوا، وفي الطبعة الأخرى ما غتعملهاش أكيد. أقيم الصفحة 93 هذا جانب. الجانب الثاني هو سيدي أنس كيعمل مثلا البطل تحديد البطل هما وحدهما في فضاء خفاق جوج بهم، فقالت له كذا كذا والصواب هو شرطة، وأن يأتي ما تقوله له ويرد عليها، وهذا جاء عندك دون ما أن قالت له وقال لها وقالت له، لأن اللغة العربية وديوكاشي إلى الخفي إلى الخفي نورمال ما يقدر يقول قال له وقالت له عموما، لأن اللغة العربية هي لغة الإنجاز. حتى في الجملة الإسمية في اللغة العربية لما يتكرر المرتبك يمكن لك تحكوا على اعتبار أنه وجد الرئيس في الجملة الإسنادية. لما تقول له أخوك مسافر، ماشي بالضرورة يقول لك أخي مرتدى مسافر خبر، يقول لك مسافر خبر على اعتبار المرتدى محذوف لأنك تعرفه وأعرفه. طيب أعتقد أن هذه هم الملاحظات اللي خلصنا، رعيت ما نفتش فيها ونقلب فيها يعني صراحة. إذا سمحت لي غير شوية، لا غير شوية سيدي إدريس، اسمح لي بسبب الدين قلنا نمشيو للرواية، تكلمت على المسرح، على الشعر، تكلمت على النقد، نتكلم على الرواية كرواية. الرواية أولا على مستوى السرد هي يمكن من خلال قراءة المتواضعة أن أضعها في خانة الرواية ما بعد الحداثة، والذي يعرف طلب على الرواية المغربية والرواية العربية سيدرك التواريخ التي توقفت فيها الحداثة في الرواية. هذه رواية ما بعد الحداثة، اللي غادي تجي رواية الوقت ديالها الرواية المضادة. بعد التقطيع السردي، كيف التقطيع السردي؟ هو أنك لشخصية ما داخل الرواية في السطر المقبول يفاجئك على أنك لا تقع في تلك الشخصية، وإنما الشخصية الأخرى بعيدة كل البعد عن ذلك الفضاء وذاك تلك الفكرة. لا تسبي بمعنى دوخك، دوخك رسول حليم وما بعد صبحك هناك. إذا سمحت سيدي عبد السلام، سيدي عبد السلام إذا سمح لي ولا سمحتوا لي باش نعطيو فرصه كنوجدوا سيدي انس متاثر بجبران خليل جبران بالنبي في كتابه النبي، راه كاين هنايا جزء من كتاب النبي. كتاب النبي هنا كيتوضع لنا على مستوى الفصول، الطفل الصغير الذي كان يقرا القران
في مقارب الشيوخ الذين كانوا يقرؤون القرآن على ضوء الوعيد والتهذيب هو روح جبران خارج جبران من خلال الكواكب. الشاب الذي يخرج من الطبيعة ليس في الغابات راح إلا ولا فيها قطع فشتى يمشي ولكن لا يجاريه الربيع. والشيخ الذي يخرج من المدينة الخير في الناس مصنع إذا جبر والشر في الناس لا يغنى وإن قبر وأكثر الناس آلات تحرك أصابع الدارين ثم تنكسر بالإضافة إلى تنصح الأرواح بالإضافة إلى أشياء كثيرة تنقل في الناس لعبسة. شكرا لك. مساء الخير. بداية أشكر إخوان في مهرجان إكسا على انفتاحهم على الأدب بالموازنة مع عروض المسرح. أشكر الأستاذ محمد مرزاق على قراءة الصوت إلى الرواية. حقاً فجأة غوصه في أعماق الشخص يتعدو وفي شفرة يعني كشف شفرة الرواية خصوصا تلك اللفتة الذكية التي وجدها كيف أن عبدك لا يكمل قصة سيناريو الفيديو كليب الذي لم يمثل فيه. تلاقي المقدس والمدنس بجميع تجلياتها أيضا يعني استطاع يحددها وأن يكشفها. شكرا على هذه القراءة البادخة. أشكر الأستاذ عبد السلام الصديق الذي تجمعني معه حوالي تنمية أو حوالي تخيل. بالنسبة للرواية في الأصل يعني لم أكن أتصور أنني بصدد كتابة رواية بكلية. كنت فقط في عزلة في الجنوب المغربي بحكم ظروف العمل كأستاذ اللغة العربية في مدينة تملات أو قرية تملات قرب مراكش مدة 4 سنوات. تلك العزلة أنا ممثل في الأصل، وفي تلك المرحلة انقطعت عن التمثيل. ذلك الممثل أصبح يشارك بداخلي، بل إن لم أطعمه سيقتل بداخلي شهية الحياة. فعوضت بالكتابة، جعلت الكتابة كطريقة من أجل أن أحرر ذلك الممثل. كنت أكتب بالتخيل التمثيلي بالدرجة الأولى. كنت أتقمص هذه الشخصيات وكانت مقاطع متفرقة ولا أعرف ماذا سأفعل بها. صدفة، كانت هناك مسابقة روائية لكتارا، مسابقة سيشارك فيها يعني نصوص لمؤلفين العمل الأول. كنت فرصة، كانت لدي مقاطع قلت أكتبها. قضيت مثلا 3 أشهر في خمسات وكتبتها، دفعتها لكتارا ولم تحظى يعني بالنشر. قلت فرصة جيدة سأعاود الاشتغال عليها. عاودت الاشتغال عليها وصدفة التقيت بصديق مصري، كنا نتحدث الذين صديقوا الشرق. سأله إن كان يعني دار النشر في مصر يمكنها أن ترى إمكانية نشر هذا العمل. قال لي أعرف مدير دار النشر، مركز المحروسة، مركز المحروسة مركز عريق جدا في مصر والمهنية، ويعني من دور النشر التي تمارس المعرفة الحرة والتي تنشر المعرفة الحرة وحتى يعني جودة الورق طريقة التصفيف والثمن لمتناول أكبر شريحة جماهيرية.
ليست يعني كما روايات دار الآداب 130 درهم 150 درهم مزيان جيد. أرسلت له سوادة طبع عليها يعني مرات متقصرة وتصرفت يعني سبع شهور عمل متميز سبع شهور فقط بعض التعديلات. قمت بتلك التعديلات ونشرنا الرواية وكمن كان يعني كما كنت في مرحلة مهاض وأتت مرحلة الولادة وانفصل عنك ذلك الطفل لم يعودك أصبح للقارئ وكل مرة يعني أرى فيها كل مرة قارئ يفاجئني بقراءة مختلفة يكشف بعض خباياها وقد يعني يفاجئني بأنه يعيد تشكيلها من جديد. اكتشفت يعني أن مسار الكتابة من خلال هذه المرحلة اكتشفت بأن الكتابة هي كلمة نتسمى بالكتابة كما أطفال. تحدث زميلي عن الأستاذ محمد عن التأثر بجبران خليل جبران أكيد هناك يعني تأثر وأيضا بكنزنتاكس كنزنتاكس أيضا هو هذاك كونديرا أيضا هناك يعني مستوى الشكل هناك تأثر بكونديرا. الغريب يعني أنا مساري كان بعيد عن الكتابة باعتبار تكويني العلمي صدفة وجدت نفسي أدرس دبلوم دراسات العليا المعمقة ودرست الأدب والعلوم الحديثة. درست يعني آخر مسة جدة في الأدب والفنون الحديثة نظرية تداخل الأجناس جمالية التلقي فقلت لما لا أكتب رواية بهذا الشكل وهكذا يعني خرجت الرواية لأن نفذت طبعتها الأولى و نحن بصدد طبعة ثانية نعلم أن الطبعة الأولى صدرت هذه الطبعة الأولى باسم مكرر لأن الطبعة الأولى صدرت بسبب صورة الغلاف تم توزيعها في مصر وعندما يعني أراد الناشر أن يعرضها في معارض دول خليجية منعت بسبب الغلاف القديم الذي كان على شكل امرأة تلد شجرة وهذا يعني هذا الأمر يعني في دول الخليج نسبة إليهم يمس الخطوة الحمراء. إذا الآن أنت يعني الطبعة الأولى مثلا قبل أن بصدد طبعة ثانية ووجدت نفسي يعني لا أعرف هل سأكتب رواية ثانية أم لا لن أكتبها. هذه رواية لمدة سنتين أتخيل الرواية كتبت مقاطع كثيرة منها وعندما وصلت إلى مرحلة الكتابة غيرت كل شيء لم تعد تعجبني وقلت سأغير كل شيء ولا أعرف كيف ستخرج لأن أردت أن أغير شفرة الكتابة وكنت أتحدث عن الكاتب الضمني أيضا هناك يعني أكثر من سالة في هذه الرواية وهناك كاتب ضمني لديه شفرة للكتابة طريقة تعبير البلاغة الشعرية سالة ذكر العوالم المتوازية هناك عالمين عالم يعني الواقعي والعالم المتخيل اليوبا. هذه المرة كنت سأغير شفرة سأجرب شفرة ثانية لا أعرف يعني كيف ستكون ربما ستفشل سأكون سعيدا ببشري أيضا قال سأكون شرطا لا أحب الاستكانة إلى ما أتقنه وما أحب إلى أن أرتمي في حوم المجهول وبهذه الطريقة أتعلم وأكتشف تلك الطرق يعني التي أعرفها كما طريق أمشي به أحب أن أكتشف طريق آخر وقد مضى وليس لدي مشكلة. أيضا هناك يعني جانب استفدت منه كثيرا في الكتابة هو جانب التحليل السينمائي المونتاج السرعات طبيعة يعني تبدير على الشخصيات من الخارج من الداخل أمر رؤية معها
التقرير ايضا ميزونا بين التقرير انك تستلم ايضا الروايه كيف تعبر من خلال يعني مراه مقارنه واقع باكمله. اشكركم يعني تمت حاجه للادب والعربي شعرفها مدينه الادب مدينه الموسيقى مدينه المسرح. اشكركم على هذا الحضور البادخ والصوت اترك الروايه تتحدث عن نفسها. يقدم إلى هذا العام ضحكت فما وسعت وكيف ستكمله بقفل تفاحة الحياة. لم يجبها يوم هذه المرة، فقط ابتسم ابتسامة واثقة ودافئة وأخذ يدها وقطعها على صدرها، ثم جمع على ركبتيه ووضع أذنه على بطنها كطفل صغير يريد أن ينصت بداخل بطنها لمرض قلبه. لقد كانت تعشق حينما يتخلص من كل ما يربطه بعالم الكبار، يصبح في حضرتها طفلا، مسح على بطنها ثم نفخ في الحبل السوري كأنه يريد أن ينفخ فيه الروح. ابتسمت ومررت أصابعها فوق شعره مما جعله يسترسل في الكلام، فتخرج الكلمات من فمه وتعبره في لحظة خطابة شاعرية تنتابه كلما أحس بالتماهي مع لحظة الحياة. أعرف أنك هناك تراقب الحياة ولا تريد أن تكون. تسخر منا نحن الأموات الأحياء بينما أنت حي هناك حياة أبدية. تركب مع ملامحك حول إشكالة من الروح. أعرف أنك لا تريد أن تأتي هنا حيث الخطيئة والغباء والمرض والملل والحرب، وحيث نعيش متاهة كبرى باسم الحياة. أعرف أنك تسخر من تعلقاتنا بالأشياء ومن شهوتنا الجارفة للتملك ومن عطشنا الذي لا يرتوي لأننا نشرب ماء البحر الجرج كلما شربنا منه ازددنا عطشا. أعرف كل ذلك، لكنني أعترف لك أن الحياة جميلة وتستحق أن تعاش، وأن الألم معلم والمرض صبر داخلي جديد، وأن متاهة المعرفة لذة لا يعرفها إلا من يعرف قيمة العمر، وأن الشر مجرد ظل لغياب النور. أتعرف أن الخاطئة وجه آخر للمعرفة؟ فنحن لا نتعلم إلا بعدما نغرق في مستنقع الخطايا، فتحلق أرواحنا عاليا ثم تعود إلينا ما دمنا نعشق الإنسان فيه. ما أجمل الحب، سيتحرك سيعجبك ويوقد تحتك نارا يستوي فوقها خبز قلبك المغتنى، فيقطر خمرة تقدمها على موارد المحب. ستتعرف على أجمل النساء وستجلس بين يدي كاهن مودي لكي تتعلم منه أن كل شيء في الحياة يدور، وأن كل شر اقترفت ويداك سيعود إليك عندما تكتمل دورة الدائرة. وستتعلم أيضا أن الخير سنبلة تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة تحصلها عندما تكتمل الدورة. ستسافر إلى إيطاكا، وفي الطريق إليها ستقرأ الفلسفة لكي تعرف الكلام، وستنظر الأشعار، ستكتوي النار بحب. وستنظر الأشعار عندما ستكتوي النار بحب. أعرف أنك ستشك كثيرا لأنك لا تريد أن تستكين إلى يقين الآباء، وأنك ستحقق كل أصنام التقاليد، وسترقص وتغني محتفيا بخساراتك. صدقني ستحب الحياة. أعرف أنك حينما ستدرس لن تجد عملا، وستنام متأخرا بعدما تكون قد قضيت كل الليل في الدبشة الفورية
أو بمشاهدة شريط سينمائي أو قراءة رواية، حينها ستستيقظ متأخرا وأنت تلعب الحياة. أما حينما ستدخن سيجارتك الأولى حيث سوف سأعرف ذلك وسأشتري لك عربة سجائر، سأقول لك تفضل. فالسجائر تقوي القدرة الجنسية. هل ستحتاج لمن لموعظة مني حول أضرار السجائر؟ لن أتبرم وأشتكي منك، بل سأكلمك برعاية الأزهار في حديقة منزلنا الصغير. ستطعم العصافير وتأخذ قيلولة وأنت تستمع لموسيقى الجاز، وسأعطيك أجرة عملك بعدما تجدد الحديقة. سأعلمك أن الأجر يكون مقابل العمل. فتدعو حبيبتك إلى السينما لمشاهدة شريط سينمائي يحكم بحب الحياة. ستكون سعيدا حينها لأنك ستتعلم كيف تنضج بالجميل إذا ما تأخر الربيع. سيزهر الربيع من داخلك. عندئذ لن يكون هناك مرض ولا ألم. ستشيد لك جنة بداخلك وستستظل تحت أشجارها الباسقة. لست ولدي، إنك ابن الحياة. لذلك لن أكرهك على فعل شيء لا تريد فعله، فأنا لا أريدك أن تصبح نسخة مني. ستخطئ كثيرا وتبكي كثيرا وستغسلك ذكورك، بعدها ستضحك كثيرا وستسخر من الأحياء المتعلقين بالأشياء. لا تكترث إن تركتك امرأة على قارعة الوقت، تلك محطتها من هي غرابة النزول. افرش لها ظرفية وورودا واجعل غرامها حفلة باذخة تليق بما اقتسمته معك الحب. لا تخف، في المحطة القادمة ستصعد امرأة أكثر رواية وفتنة وستنسى معها حبك القديم، وقد تسخر من غبائك يوم كنت لثلاثها تبكي. ما أجمل الغباء. أعرف أنك تسخر من هناك وأنك تضحك من غبائي وتعلق أمك بك، وأعرف أنك لا تريد أن تكون. لن أكرهك على حياتي لا تريدها ما دمت لا تريد أن تأتي إلى الوجود. لكن إذا أرادت الحياة أن تسمح لك بذلك سأكون سعيدا حينها. يكفي أن يقول لك كن لتكون. رغم رفعت عيناها بالدموع وهي تستمع لحبيبه مع مستمع الافتراضي، لكنه لم يحب ان يتركها تستسلم لغيمه الحزن التي عبرتها لذلك. قال لها: تذكرينني وانت تبكين بالام تيريزا. ابتسمت لتشبيهه ثم سالته: اطاعنه في الطيبوبه تبدو لك؟ بل طاعنة في الرواية، فأنا عاشق رواية الراهبات. التصقت به وهي تشتم رائحته، فيخرج صوتها متقطعا في أنفاسها: سأسجنك في الدير وأستمسر معك بالخطيئة. بعد التعرف إلي فشوش علي هذا الرجل صراحة، ولكني أعجبت بهذا العمل وأحرركم على قراءته، إنه عمل جميل. فمفتاح النقاش أو السؤال أو الريزوم توقعت. شكرا أنس. شكرا. ما كيف وصلت؟ صح.